نعم، عاوز ايه تاني؟ في حاجة؟ أنا جاية أطمن عليك. لا أنا كويس وزي الفل. كان يوم أسود يوم. لا لا لا، ده كان أجمل يوم في حياتي. يوم 13 في الشهر، يوم الأربعاء. يوم أربعاء ولا يوم اثنين؟ لا يوم الأربعاء، والنتيجة أهي. أربعة، وأول حرف من اسمك سين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. صحيح يا ناس، ما محبه اللي بعد عداوه. مكتوبه لك يا عادل بيه، شوف سوسن عملت كام حادثه من ساعه ما سقت العربيه، لكن يشاء السميع العليم انها تبقى من نصيبك انت. شكرا قوي، ما هو كل شيء اسمه نصيب، وانا تحت امرها. ميرسي يا عادل. الله الله الله، والله انت ابن حلال، عشان ربنا يوقعك في عيله جميله بنت حلال زي دي. يلا الشربات والفول السوداني. يلا. خلاص يا مستر، رجعت كله تمام. قليت ال طبعا، شويت ال اكيد، حشيت ال طبعا، فشلقت ال اكيد. سخنه اهو. ده ايه ده كتير قوي، دول بيوكلوا العماره كلها. بقول لك ايه، اذا ما دفعوش الحساب واذا ما ادوكش بقشيش، خد ضريبه المبيعات. ماشي. ايه يا نجاتي، معقوله يا استاذ عادل؟ ده من ساعه ما قرينا الفاتحه ما بطلوش طلبات. بعدين دول ايه، ما بياكلوش في بيوتهم، دي مش جوازه، ده مشروع استثماري. اوعى تنسى ان سوسن دي هي وش السعد اللي قالت لي عليها ام السعد. ما دفعوش حساب الحاجات دي. نجاتي، بقول لك ايه، اوعى تشوه صوره سوسن. وبعدين عمرها ما طلبت مني حاجه، انا ساعات بحس انها مزنوقه في الفلوس، انما عمرها ما طلبت مني. الو يا حبيبتي يا روح قلبي، وحشتيني وحش مفترس. نعم، غاليه والطلب رخيص، معقول يا حبيبتي؟ ربع ساعه وتكون عندك. ماشي يا حبيبتي، باي باي. ما 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 ما. نجاتي، سوسن معذوره في 2000 جنيه، ابعتهم لها فورا. عايزه من ده ومن ده ومن ده ومن ده. هو فين الديك الرومي؟ ابعتوا لي البيت. هو حضرتك هتاكلي ده كله؟ لا يا فجعان انت، انا هشتغل عليه. عادل، انا مش عايزه اكلفك يا حبيبي، اي حاجه منك تساوي الماظ الدنيا كلها، حتى لو جبت لي غويشه او انسيال أو خلخال أو سلسلة، تساوي الدنيا كلها. حياتي، ميرسي يا حبيبتي، اختاري كل اللي انت عاوزاه. أنا هاخد الحلقة، أكيد هيبقى عليا تحفة، مش كده؟ أحلى حلقة على أحلى وأصغر ودان شفتها في حياتي. وهاخد الخاتم ده كمان، إيه رأيك؟ احلى خاتم على اصغر واحلى صباع شفته في حياتي. الله، وده كمان هيبقى يكفي. احلى رقبه شفتها في حياتي. حلو قوي. الله، وده كمان بقى عشان اكمل الطقم. احلى انسيال على احلى معصم شفته في حياتي. ميرسي يا روحي. الله الله، دي بقى تهوس. شبكه بتقفل 100 ليه؟ احنا بنلاقي الفلوس دي في الشارع. انا بعد ما دفعت ال 100,000 جنيه ثمن الشبكه اكتشفت مصيبه، المطعم مفروش ولا مليم، وانا محتاج فلوس. منين؟ ما انت عارف اللي جاي رايح، احنا بيبات عندنا فلوس. طب هعمل ايه بس؟ هتصرف ازاي؟ ما انا محتاج فلوس علشان هدفع المهر النهارده. اسمع عادل، انا ما اقدرش اشوفك بتتقلب قدامي واقعد ساكت. تقلب؟ مين ده اللي بيقلبني؟ الست سين والعصابه اللي معاه. خلاص يا عادل، المطعم بقى خرابه من يوم ما الست سوسن حطت رجلها فيه. لا لا، بقول لك ايه، انا جات لاحظ انك انت بتتجاوز حدودك.
ده من غلبي عادل، من غلبي. اعمل ايه بس؟ انا خلاص هفرقع. طب اسمع، انت مش بتقول انها شارياك؟ جرب كده قول لها انك مديون وفلس ومحتاجش مليم وعايز فلوس، جرب وشوف. يا سيدي امتحان صغير، احنا هنخسر حاجه زي الافلام. طلعت بنت حلال وشارياك، خلاص اتكل على الله واتجوزها وهاتوا لنا بقى صبيان وبنات وانا بقدمهم لك المدرسه. بنت على حقيقتها، خلاص اتكل على الله واحنا لسه على البر. عادل المطعم بقى عامل زي الخراب. يا حرام والله، يا حرام كده الناس تقول ان ادمي عليك وحش. اسمع يا عادل، المطعم ده لازم يقف على رجليه زي الاول، لازم يكون اكبر مطعم في مصر. ازاي بس يا ست سوسن؟ المثل بيقول اطبخي يا شيف كلفتي يا سيدي. يعني ايه سوسن؟ معلش انا اسف، انا في حاجه كان لازم اقولها لك، بس كنت محرج ومكسوف، بس دلوقتي ما قداميش حل غير اني اقولها لك. انا هدخل السجن. سجن؟ ليه؟ انت عملت ايه؟ انا مديون وعليا الشيكات. مديون؟ طب والشكه ب 100,000 جنيه والعزومات والهدايا؟ كلها فلوس ناس، بس انا ما كنتش عاوز احرمك من حاجه، كل اللي نفسك فيه كنت عاوز اجيبهولك. يعني كدبت عليا؟ وما انت شحات وما حلتكش الغضب، ما بتعيش عيشه اهلك ليه يا اهلي؟ وبعدين انا اللي يجبرني ان انا اعيش مع واحد زيك؟ اضمن مستقبلي منين بقى؟ الحب يا سوسن ممكن يخلينا نستحمل. حب؟ حب ايه بقى يا استاذ اللي انت بتحكي لي عنه؟ انت هتعملي حكايات من بتوع الافلام ولا ايه؟ انت نصاب، لعبت على مشاعري بفلوس ناس تانية. انا اسفه، انا اسفه اني حبيتك وعرفتك في يوم من الايام، كان يوم اربع. سوسن انا خلاص مش عايزه اشوفك تاني، وادي دبلتك كمان اهي. سوسن بانت على حقيقتها. عادل انا ما قدرتش امشي، انا بحبك يا عادل، ما قدرتش اسيبك في الموقف ده لوحدك. صحيح انا مش قادره اغفر لك انك كدبت عليا، لكن انت حبيبي، انا هقف جنبك يا عادل وهساعدك. بص ادي كل الفلوس اللي معايا في الشنطه كلها وشبكتي كمان اهي. ام السعد ابوس ايدك، ابوس ايدك. انت متاكده انه كان يوم اربع؟ ام السعد لا يمكن تشوف غلط ولا ترجع في كلمتها. طب بص تاني في البالونه دي كده، هو اول حرف من اسمها سين؟ اول حرف من اسمها سين. النيلة أصله مدلوق عليها ده الأميلة، والبت بتقلب فيه كده وكده. بكرة تشوف الخير اللي هيجيله وتقول أم السعدة قالت. طيب أنا يوم ما قابلت لوتس مراتي كان يوم تلات، وأول حرف من اسمها لام، إيه نظام الجوازة دي؟ جوازة الندامة. انت صح وعظيمة، عليا النعمة انت كده. اتفضل يا عادل، 100,000 جنيه. انا سوسن بس انا حبيبي، انا عارفة ان نفسك عزيزة قوي، وانا ما بديكش الفلوس دي بمثابة حسنة او سلف، انا هشاركك في المطعم وايدي العقد. ولا انت ما تقبلش مراتك حبيبتك تشاركك في المطعم؟ بالعكس، ده يسعدني يا سوسن. يا خرب بيتك يا عادل، كتبت لهم نص المطعم، نص المطعم اللي احنا تعبنا ومشينا فيه. كانت شوره مهببه يوم ما شورت عليك بام السعد دي. ام السعد ايه؟ ام النحس. طب ونسبه السته من 10% بعتها كمان؟ ما تهدى امال بقى، انا جاتي. ده ازاي بس؟ ازاي؟
ومضيت لهم كده على طول. وديني وإيماني الناس دول عاملين لك عمل ومش هيسيبوك لما يدخلوك السجن. آخرتها آخرتها هما يمسكوا الإدارة. طب إحنا هنقعد نعمل إيه؟ لا يا عم أنا ماشي. بقول لك إيه؟ أنا أكرمي أسرح بعربية كشري ولا إني أقعد هنا. إديني نسبتي وسيبنا اتكل على الله. هتتخلى عني يا نجاتي؟ آخرتها أنا أشتغل تحت رحمة الست سين دي؟ الله يخرب بيتك يا أم سعد. بقى يوم أربع وأول حرف سين يعمل فينا كده؟ طبعاً أنتوا عرفتوا إن إدارة المطعم اتغيرت. شغل الفوضى والتهريج خلاص. انتهى. عادل بيه كان راجل طيب. الله يرحمه ويحسن إليه. أنت بتبرطم بتقول إيه يا جدعان؟ جدعان؟ إيه ده هي الكبشة بتتكلم؟ أنت برضو بتبرطم؟ اسمع. أنت بالذات هتشتغل مرمطون هنا في المطبخ. ما شوفش وشك في الصالة، أنت فاهم ولا لأ؟ لا خلي بالك أنا ممكن أعملك شوربة سوتيه، ها؟ لاحظ إن أنا الشريك هنا بنسبة 6%. مش عاجبك الباب يفوت جمل. تعليماتي واضحة للكل. كل واحد خارج من المطعم يتفتش، واللي هظبط معاه كيس ملح هيعرف شغله كويس قوي. ومحدش يروح يشتكي ويعيط لعادل بيه. لأن عادل بيه شريك وأنا شريكته بالنص وحق الإدارة كمان. مفهوم؟